24/12/2013 أرسطن. هذا هو الطريق الدولي الواصل بين حما وحمص والمقطوع منذ أكثر من عام ونصف من قبل ميليشيات الأسد المتمركزة شمال أرسطن. كما نرى هذا هو الطريق المقطوع. هذا الجسر الكبير لمدينة أرسطن المحتل من قبل ميليشيات هذا النظام المجرم. هذه محارس الشبيحة على أطراف هذا الطريق. طبعا لا ننسى كتيبة الهندسة المتواجدة على هذا الاتجاه التي تقوم بقصف المدينة بكافة أنواع الأسلحة الثقيلة وراجمات الصواريخ والهاون أيضا. هذه إحدى الخيام ونقاط تمركز هذا النظام المجرم شمال المدينة. April 24/12/2013 الطريق الدولي المقطوع من قبل ميليشيات الأسد.